ماشي. احم احم احو احو ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاج، اتفضل. ازيك يا حبيبي؟ ايه ده الريحة الحلوة دي؟ انا كده لما بخرج من البيت بحط دقة هنا وحط شطة وبتاع، عشان كده جايب معايا كشري. ايه ده، ما انا بقول الريحة الجميلة، انت بترش دقة وبترش دقة؟ ما تدقش حاج. ايه انت جايب؟ طب ايه، مفيش حاجة تمسي بيها على اخوك؟ تاخد كشري. اكل كشري. خد دي دقة. دي دقة؟ يا نهار، دقة وشطة كمان. ماشي، انت موافقة تروحي؟ موافق. خد. ايه ده، انت بتسألها كمان؟ امال ايه؟ يا سلام، سلم. ايوه كده، اركن سامي على جنب. يا سامي عامله باميه؟ انت شميت ريحه الباميه؟ ما انا كنت فاكره طبيخ طلع الجبنه. ماشي، مركز يا حاج انت دايما، بس حلوه قوي والريحه حلوه قوي. الله يعزك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. مساء الورد. ايه الريحه الحلوه دي؟ ايه ده، هقول له انا ولا تقول له انت؟ ايه هو اللي هيقول له هيتمسك مثلا؟ لا انت صاحب المكان يعني. يا سيدي المكان مكانك، ده انت اللي منورنا، ده انت راجل لسه جايب لنا علبه كشري. كشري دي ريحه كشري. ايه ده، كشري في المكتب؟ ده عارفها لوحده. وانا اللي قلت له كده غصب عني، حقك عليا. ماشي ماشي. لو سمحت ممكن علبه بعد اذنك؟ علبه بقى وشويه رز بلبن كده وشويه شكيدودو والحلويات الحلوه منك. الله 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 الله، كشري كشري في مكتب السفريات. ايه 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 شغل البرمجه الجديد ده؟ ايه اهلا وسهلا. ايه الحلويات دي؟ يا اهلا، ما شاء الله عليكم. الله يبارك لك. عامل ايه، منور؟ لا ده نورك ونور الاستاذ الحاج الجميل. لا احنا النور بيجي عندنا كتير الايام دي، مع ان عندنا ما علينا، مش عايزين نتكلم في الحاجات دي. المهم استاذنك بس في كيس شطه. لا يا سيدي، ده انت كل حاجه تاخدها اتفضل. الله يخليك الله يخليك. يا سلام، هو انا مكتوب لا ارجع تاني لسامي. اديله دباسه بقى. يا سلام، يدبس الدقه مع الشطه. ايوه جدع. بقولك ايه، مفيش خل يا سيدي، انت جاي هنا مطعم، ما تركز معانا. مركز يا استاذ، خلي عندك ذوق. ايوه كده، اتفضلوا اتفضلوا. عرفنا بنفسك. انا السيد عماد السيد، الشهير بعماد جوجل، مبرمج برمجيات. ايوه جوجل دي انا عارفها، اللي هي بدخل على الموبايل بكتب جوجل فبيطلع لي جوجل. يعني ايه مبرمج مبرمجيات؟ انا اللي بعمل برمجه بتاعه الاب ستور، بتاعه الموبايلات، بتاعه المواقع، بتاعه الحاجات دي. انت فاهم انا بقول ايه ولا مش فاهم؟ لا ما انا عايز حضرتك تشرح لي، ما انا لو فاهم كنت ما كنتش سالتك. شغل برمجه. برمجه. أيوة. اللي هو بيبقى بيبرمج معايا. أيوة. اللي هو برمجي. ايوه انت مبرمج معايا. ابعت لوكس. ابعت لوكس. لوكس المعلقه لو سمحت، وواحد لانشون بعد اذنك. خد يا باشا اتفضل. يا سلام يا سلام، ده يا عصير اللقمه. لازم دي حاجه عظمه، حاجه عظمه. فهمني بقى، فهمني يعني ايه برمجه، فهمني، انا عايز افهم منك. بص، شفت الموبايلات؟ شفت المواقع اللي هي الالكترونيه بتاعه الشركات، اللي هو انت تعمل داتا وتخش تحجز بقى والله الحاجات دي. انا اللي بعمل بقى البرمجيات. انت اللي بتعمل يا انا بقى. يا انا بقى بتاع البرمجه. يا الف ومليون سهلا واهلا. يا اهلا جوه سهلا، متبرمجه بسهلا، متغطيه بسهلا، واهلا كمان. يا انا بحب الناس دي قوي. وكنت جاي هنا علشان اخد تصريح سفر، عشان اسافر بقى. عشان تسافر؟ ايوه. وحضرتك يا حاج؟ انا عايز تسافر معايا ورقه اهوت وباسبور. عايز اسافر. عايز تسافر؟ طب انا اسف اخوانا، انا اسف يعني. يعني انا انتوا الاثنين عايزين تسافروا. أكيد. بس انا للاسف ما عنديش غير تصريح سفر واحد بس. حلو، يبقى ليا انا. لا لا، احنا ناخده ونقطعه كده، كل واحد ياخد نص. ما ينفعش يا حاج. يعني ايه تاخده وتقطعه؟ هو تصريح واحد لشخص واحد. نقسمه مش نقطعه. تقسمه يعني. ايه هو سندوتش يا حاج؟ يا سيدي نقسمه ويبقى بركه، بس ناخد النص الكبير. ها يا عم، نص ناخد النص الكبير. ويا سلام بقى لو شويه بقى تقليه كده، على شويه بقى كده شطه كده. عارف الخله ابو طماطم؟ الخله ابو طماطم اللي بتحط دوت، والشطه بتبقى جنبيه كده. طب يا احنا بقى عايزين الحاجات دي كلها ونطير بيها يا استاذ. اتفضل يا بيه. هو تصريح واحد لشخص واحد، ما ينفعش يتقسم.